شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن علاج الكحة عند الأطفال منزليا. كيف تعالجين الكحة في المنزل؟ بعض النصائح والطرق المنزلية التي يمكن أن تساعد في علاج الكحة عند الأطفال وتساعد الطفل على الشعور بصورة أفضل تشمل ما يلي: إذا كان طفلك يعاني من الربو، تأكدي من وجود خطة يعني معينة بالعناية بالربو من قبل الطبيب. أيضا تساعدك هذه الخطة في معرفة الطريقة تساعدك في فهم الطريقة الصحيحة لاستخدام أدوية علاج الربو لطفلك وكيفية الوقاية من نوبات الربو. أيضا وعلاج الكحة عند الأطفال من الناحية يعني من ناحية الربو أهم شيء، لأن الربو يقدر قد يصل حالته إلى الحالة الشديدة وتسبب اختناق للطفل نفسه. بالنسبة أيضا للربو في علاجات كثيرة ينصح بها. تم تطور علاجات الربو في القرن 21، وفي علاجات يعني قد تقضي على المرض بشكل نهائي، يعني فعالة جدا. يجب استشارة الطبيب المختص عن هذه العلاجات. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي. إن شاء الله نشوفكم في درس قادم.